أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم؟ واضح، إن تنصروا دين الله فإن الله ينصركم، لأن الجزاء من جنس العمل. تنصروا دين الله، قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض، قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولا ينصرن الله من ينصره، ما تفسير ينصر الله؟ في الآية التي بعدها: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه نصرة دين الله عز وجل. نعم.